صباح الخير، اهلا بيكم في قناة الحياة وعيادة الحياة وعيادة امراض النساء. يوم جديد وحلقة جديدة في موضوع جديد، في انتظار تليفوناتكم في موضوعنا او اي موضوع تاني على ارقامنا الموضحة اسفل الشاشة. دايما حوارنا اللي دايما بيتطرق ليه اغلب حلقاتنا واغلب حواراتنا هو تأخر الانجاب ومشاكله العديدة. يمكن ده من اهم المشاكل اللي دايما بتعمل يعني نوع من انواع القلق لاي كابل. احنا عندنا مشكله في الزواج، عندنا مشكله في الانجاب ولا لا، وايه المشكله، ايه الحاجات اللي ممكن تسبب لينا مشاكل في الانجاب، وازاي نقدر نحلها، وهل احنا محتاجين نتدخل بسرعه بعد الزواج على طول ولا بندي نفسنا فرصه. اسئله كتير وحاجات كتير، نتمنى النهارده نجاوب على بعض الاسئله، وفي حلقات تانية نجاوب على بقيه الاسئله. عندنا النهاردة موضوع بنتكلم فيه يمكن هو مش من الأشياء اللي دايما متطرقة في ذهننا لما بنيجي ندور على أسباب تأخر الحمل، ألا وهو الأسباب اللي بيكون مسؤول عنها الرحم. الرحم هو بيت الجنين وهو مكان سكنة الجنين، وقد يكون في أشياء تكون مسؤولة عن هذا التأخر يكون موجود في هذا العضو. احنا عارفين احنا السيدة او الانثى عندما تتكون داخل الرحم الام، الاول الجهاز التناسلي او الرحم بيتكون من انبوبتين، الانبوبتين دول بيقربوا من بعضهم ويحصل التحام للانبوبتين حتى يكونوا هذا الرحم. مع تقدم الحمل بيبتدي الحاجز ما بين الانبوبتين يختفي ويتكون لي تجويف واحد هو تجويف الرحم. اذا فكرنا نقول احنا ايه اسباب تأخر الحمل المتعلقة بالتجويف الرحمي او الرحم، بنقسمهم لنوعين، اشياء كونجنتال او يعني حاجات مشاكل اثناء تكوين الام السيدة دي نفسها داخل رحم امها، والشيء التاني اشياء مكتسبة مع تقدم العمر او مع الزمن، ميقولوش علاقة بالسن. اول حاجة المشاكل التكوينية، قد يكون حصل مشكلة في تكوين هذا الجهاز التناسلي او الرحم، ان الانبوبتين لاي سبب لم يحدث الالتحام الطبيعي ولم يختفي هذا الحاجز ما بين التجويفين فيكون لي تجويف واحد طبيعي فينتج عنه، اما عندي السيدة اللي بيقولوا عليها ذو الرحمين، او سيدة عندها سبتم او حاجز داخل الرحم، سواء الحاجز ده حاجز كبير واخد التجويف الرحمي كله او واخد جزء من التجويف الرحمي. هل السيدة دي حصل ان ناحية تكونت والناحية التانية الانبوبة التانية اللي بيتكون منها النص الرحم الاخر لم تتكون، وهذه السيدة نقول عندها نصف رحم؟ هذه اشياء كثيرة بتكون مسؤولة عنها هو التكوين الخاص بها داخل رحم الام. طبعا الاشياء دي كلها قد تؤدي الى تأخر الحمل، وفي كتير منهم كمان بيؤدوا الى الولادة المبكرة او بريترم ليبر، لان ساعتها سعة هذا الرحم لحمل جنين ومتعلقاته بتكون اقل، فبالتالي عند نقطة معينة بيحصل الولادة المبكرة، لان الجزء الموجود من الرحم لا يستطيع ان يتمدد اكثر من ذلك، فما يقدرش يتحمل سايز بيبي اكتر من كده. نكمل كلامنا بعد الفاصل، ارجوكم انتظروا. اهلا بيكم بعد الفاصل في انتظار تليفوناتكم، وبنتكلم عن اسباب التي تخص الرحم وتجويف الرحمي في تاخر الانجاب. ومعانا انسه مريان. صباح الخير يا انسه مريان. صباح النور يا دكتور. اهلا بيكي. صباح الخير يا دكتور. كنت عايزه اسال حضرتك بس، ممكن يا مريان بعد اذنك تقفلي التلفزيون؟ للولد والبنت قبل الزواج. مريان بعد اذنك ممكن نقفل يعني توطي التلفزيون تسمعيني من التليفون؟ حاضر. يعني ايه التحاليل اللي المفروض تتعمل للزوج والزوجه قبل الزواج لتجنب المشاكل يعني بعد الزواج؟ حاضر، تحت امر حضرتك. التحاليل اللي بنعملها قبل الزواج يمكن بتنقسم لاكثر من جزء، اول جزء فيها هو التحاليل الروتينيه، صوره الدم، وظائف الكلى، وظائف الكبد، سكر، حتى لو في عشان لو في اي مشكله مزمنه بنقدر نعرفها. تاني حاجه ممكن التحاليل التي قد تثبت الامراض اللي ممكن وراثيه، لو حدث زواج للاثنين. احنا عندنا في حاجات اسمها كارير، يعني انا احمل الصفه التي صفة او نص صفة المرض، اذا كان زوجي يحمل نص الصفة التاني وحصل ان
الطفل جه خد نص الصفة مني ونص الصفة من الزوج التاني، فبالتالي يحصل انه يبقى عنده الصفة كاملة فبتدي يظهر عنده المرض. يمكن اشهرها هي انيميا بحر الابيض المتوسط لانها كومن في المحيط بتاعنا في بلادنا اللي هو انيميا بحر الابيض المتوسط. فبنعمل حاجة اسمها هيموجلوبين اكتوفوريسيس حتى نتأكد ان ما عنديش قابلية الحمى اسمه انيميا بحر الابيض المتوسط. ادي تاني حاجة. تالت حاجة هي التحاليل التي بتقول لي او تثبت لي قدرتي على الانجاب، هل عندي قدره مبدئيا عندي قدره على الانجاب ولا لا، او يعني في شيء عضال في الانجاب ولا لا. طبعا بالنسبه للزوج هو تحليل سائل المني، بالنسبه للزوجه ممكن نجري سونار بس مبدئي نتاكد ان ما عنديش مشكله في الجهاز التناسلي عضال تقول لي اذا كان في مشكله ولا لا. محتاجين نعمل بعض تحليل هرمونز للسيده لو ما عندهاش مانع، بنعملها تحليل طبيعيه للهرمونز تاني يوم في الدوره من الاف اس اتش والال اتش غده درقيه، وده بيبقوا كفايه قوي بالنسبه لنا عشان نقدر نحدد الملامح القادمه. طبعا ما اقدرش احلف اذا كان في هيبقى في مشكله ولا لا، لكن على الاقل بقدر اقول ان شاء الله الامور هتكون في الامور الصالحه. معانا تليفون مدام شيماء. صباح الخير يا مدام شيماء. صباح النور، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي. دكتور انا من سنه كنت حامل وحصل لي تسمم حمل. في شهر كام؟ في الشهر السادس. الشهر السادس. وكان وزن البيبي اقل من عمره. فعملت تحاليل ولقيت عندي اللبس 45. كويس. اعلى من الطبيعي. الطبيعي 42. فالدكتور قالت لي لازم من الحمل الجاي، انا حامل دلوقتي من اول يوم باخد هوستا كورتين صح وكليكسان 40. ممتاز. وطبعا بقى اللي هي الاسبوسيد، يعني لا دلوقتي كمان باخد يعني جرعه اعلى من الاسبوسيد. و كم قرص؟ لا باخد اللي هو شوسبرين. كم واحد؟ واحد قرص واحد. صح كده احنا صح باليوم. يعني فيه. يعني هوستا كورتين الكورتيزون ملوش تاثير على الجنين ولا اي حاجه خالص من اول يوم في الحمل؟ هقول لحضرتك تحت امرك. احنا عندنا بنقسم اسباب الاجهاض المتكرر لعده حاجات، والعلاج بتاعهم لعده خطوط. الخط الاولاني بتاعنا هو الاسبرين والاوميجا، يجي بعديه الحقن المسيلات دم اللي حضرتك قلتي اسمها، حسب وزنك وعمرك والتاريخ المرضي بتاعك بنقدر نحدد الجرعه بتاعتنا. الجرعه الحقن اللي حضرتك بتقوليها دي من اتنين بناخدها ممكن من حقنه واحده 2 من 10، يا اما واخد حقنتين في اليوم 8 من 10. بالنسبه للدواء الكورتيزون حضرتك بتقوليه، اي حاجه في الدنيا احنا بنحطها في ميزانين اوزان قدام بعض، كفه بتقول المصلحه ضد وكفه الثانيه بتقول المشاكل. اذا طبت كفه المصلحه بنقدر ناخد الدواء ده. الكورتيزون يمكن اهم رول لي في تاخر الانجاب هو في وجود الاجسام المضاده بالذات بتاعت اللوبس اللي بتقول ان عندنا حاجه اسمها زي مبادئ ذئبه حمراء. انت التحليل عندك مش عالي بس ده في حد ذاته ان احنا بنقول ان احنا محتاجين ناخد الكورتيزون. في ساعات تانية بنضطر ناخدها لو عندي اجسام مضاده للغده الدرقيه. دول اكتر حاجتين ممكن بنضطر ناخد فيهم الكورتيزون. بنبتدي غالبا بقرصين قبل النوم وساعه مع بدايه الحمل، بنبتدي ناخد قرصين الصبح وقرصين بالليل، وقد نحتاج نكمل نزود الجرعه بعد كده. الكليرجم اللي حضرتك ماشي عليه ممتاز جدا، بس لو سمحتي حضرتك من الشهر السادس نبتدي نعمل دوبلر وتتبع لضخ الدم للبيبي بصفه منتظمه، قد نحتاج نزود جرعه الكورتيزون، قد نحتاج نزود جرعه الحقن اللي بناخدها تحت الجلد مع متابعه ضغطك ومع منع الاشياء التي تساعد على ارتفاع الضغط لو سمحتي حضرتك. معانا تليفون. ايوه. الو. الو. ام اسماء صباح الخير يا ام اسماء. ايوه. ايوه ام اسماء صباح الخير. صباح النور يا دكتور، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. بقول لحضرتك انا بنتي عندها 24 سنه. ايوه. متجوزه بقالها 4 شهور. ايوه. وعملت تحاليل في المستشفى، فعندها الاف اس اتش 14.9 والتي اس اتش 4.67 والال اتش 8.1 والبرولاكتين 28.59 وعندها اللي هو الاي ام اتش 1.1. واحد. طب هي عاملاه في مستشفى ايه؟ ها؟ عاملاه في مستشفى. ايوه هي راحت المستشفى مركز خصوبه. انا بتكلم حضرتك، هي عملت التحاليل ضد دكتور طلبها. في مركز خاص يعني. عندها الاي ام اتش 1.1.
يعني في مركز خاص بقول لحضرتك. اه مركز خصوبة. هي الدورة عندها منتظمة ولا مش منتظمة؟ لا مش منتظمة. مش منتظمة. اه. طب هقول لحضرتك. طبعا دي تحاليل بتدل ان احنا المخزون الاستراتيجي عندي من المبيض مخزون استراتيجي قليل. احنا اتفقنا ان السيدة عند التكوين داخل الرحم الام بترزق بكمية من البويضات هي في خلال عمرها سواء من بدايتها من العمر الجنيني لغاية عمرها العادي أثناء الحمل أثناء الرضاعة أثناء رسم الحمل في استهلاك دائم لهذه البويضات. لكن في سن 24 سنة في وجود هذا المخزون الاستراتيجي القليل ده مش منطقي، لأن الـ AMH الأقل من واحد ده مش كويس، ده معناها أنه تقريبا المخزون الاستراتيجي قرب ينتهي. الـ FSH اللي هو 14 ده عالي جدا، ده معناها برضو أن ما فخصيش مخزون استراتيجي، ده طبعا يقلقنا من الوضع اللي عندنا، غالبا المخزون قل. لكن في نقطه مهمه قوي، في حاجات جيناتكس بتبقى مش واضحه ومش باينه لينا، لو سمحتي خليها تعمل حاجه اسمها كاريوتايبنج اللي هو دراسه الكروموزومات الخاصه بيها، وعلى اساسه هنقدر نحدد اتجاهاتنا ماشيه ازاي. كاريوتايبنج دراسه الكروموزومات الخاصه بينا، ده مهم جدا جدا هيبقى بالنسبه لها. معانا تليفون مدامها، مدام ندى. صباح الخير يا مدام ندى. مدام ندى صباح الخير. ايوه صباح الخير يا دكتور. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. بقول لحضرتك يا دكتور انا حصل لي اجهاض 22 مره. يا نهار ابيض. المهم يا دكتور ما فيش اي دكتور عارف ايه السبب. يعني بيجي الجنين في الشهر الثالث او الثاني والنبض بتاعه بيقف. طب احنا ناخد واحده واحده. خدتي اسبرين؟ خدت ايه؟ اسبرين اطفال. اسبرين اطفال، كليكزان، موليفان، كل حاجه مسيله في الاواخر، يعني اواخر الحملات. وكل ده ما حصل وما فيش فايده؟ لا. عملت دراسه كروموزومات بتاعتك وبتاعت الاب؟ بتاع الجوز. اصلا انا كنت مخلفه مره. اه. وبنتي كبيره ده عندها 16 سنه. 12 سنه. اه. من بعديها بقى كل الاجهاضات ديت ومن غير اي اسباب. عند حضرتك كام سنه؟ 34. عملتي الكروموزومات بتاعتك وبتاعت جوزك؟ اه. طلعت سليمه وعملت منظرات اشعه صبغه. ما فيش اي سبب يا دكتور، ده النبض بيقف. يعني مثلا ابقى عند الدكتور النهارده يشوف الصوره كويسه جدا، تاني يوم يقولي لا مش دي الصورة انا شفتها امبارح خالص، النبض يوقف، الحجم قل، مفيش اي سبب لكده. كله بيبقى عند الشهر الثالث زي ما انت بتقولي. يعني هو يا دكتور الحمل ال 21 وال 22 ده واحد قعد 6 شهور وكيس الميه اتفتح وده نزل. لا ده حاجه تانية خالص. اه اللي بعديه 5 شهور وبرده نفس الحكايه. لا انت حضرتك كده كده البيبي ما بيموتش كده، انت بيجي لك ولاده مبكره، دي قصه تانية. اه هي بس دي اللي بعد بنتي اللي حصل ولاده، لكن كلهم بقى كان اجهاضات. طب حضرتك خدت كورتيزون؟ اه خدت هوستا كورتين كتير. كام قرص؟ كنت باخد بالكمينات كمين عشان انا عايز 10 مللي. الحقن اللي تحت الجلد جرعه كام؟ الكليكزان وصلت لل 80. مره ولا مرتين؟ 60 80. مره ولا مرتين؟ آه لا الصبح وبالليل. في دواء اسمه يعني هيدروكسي كلوروكين. اسمه هيدروكسي كلوروكين خدتيه؟ انا خدت علاجات كتير جدا يا دكتور. يعني طب انا هرد على حضرتك، كل حاجه كانت بتنزل كان اخدها. مش عارف هرد على حضرتك تحت امرك. ماشي الف شكر يا دكتور. طبعا احنا قدام يعني موضوع صعب، يعني لازم نبقى واصلين مع بعضينا ان احنا مش كل حاجه عندنا علاج 100% نقدر نعمله. احنا في قصه الاجهاض المتكرر ده وصلنا ان احنا عندنا السكسس ريت بتاعنا راوند فيجر 80%، فستيل في 20% احنا مش عارفين سببه. احنا لغايه قريب كان السيده لما بتجيلنا اللي عندها اجهاض متكرر كنا بنديها تحاليل كتير قوي بتاعت القطط والكلاب والسيتوميجالو فيروس انا لما بديها هذه التحاليل وانا عارف ان انا مش هتفيدها، لكن انا ما عنديش رد ليها الوضع اللي عندها. لغايه ما ابتدت تظهر الكونسبت او فكره الاجسام المضاده وابتدت تيجي، انا في وجهه نظري انها ثوره الحقن المسيله والاسبرين ونتائجه مع الاجهاض المتكرر، وطبعا كانت نتائجه بالنسبه لنا مدهشه ورائعه. تيجي ستيل ابتدت احنا حلينا مشكله كميه كبيره قوي من السيدات، لكن في بعض الاشخاص او بعض السيدات ان ستيل انا ما عنديش حل ليهم، لان اذا كنا احنا اكتشفنا جزء كبير من اسباب الاجهاض المتكرر قد يكون في جزء احنا مش عارفينه. طب ايه اللي ممكن يتعمل بعد كده؟ بما ان احنا خدنا الكورتيزون والاسبرين والكليكسان بتاعنا او الحقن المسيله، احنا تقريبا خدنا
كل الأدوية المتعارف عليها في السوق أو كل الأدوية اللي عندها. أول حاجة لازم يا ريت نعمل منظار رحم، قد يكون في مشكلة داخل التجويف الرحمي احنا مش شايفينها، في التصاقات أثرت على التجويف الرحمي، بقت الكاباسيتي بتاعته أقل، ضخ الدم فيه مشكلة، قد يكون هذا السبب. أدي أول حاجة. تاني حاجة في أدوية لسه تحت الترايل، أنت من المفترض إن أنت من أحسن الناس اللي تاخدها، في عندنا أدوية لسه مش سيتلد قوي تأثيرها، لكن في ناس بتقول ابتدت تقول بره ان والله بتحسن هذه الادويه، منها حاجات بنسميها اجسام ايمينو جلوبولينز بنديها بطريقه بجرعات معينه، انتراليبيد بنديها بجرعات معينه اثناء قبل الحمل، في ادويه ثانيه كانت بتستعمل في علاج الكوليرا الملاريا اسمها هيدروكسيكلوروكين، ده من الحاجات اللي بنتكلم عليها جديده انها بتؤثر على تاثير ان احنا يحصل حمل، كانوا بيستعملوها في حاجه اسمها الاي تي بي او الاجسام المضاده، في بعض السيدات بيحصل بتكون اجسام مضاده ضد الصفائح الخاصه بيها، فتبص السيده دي الصفائح قلت قوي، فالدواء ده كنا بنستعمله لعلاج هذه الحاله، من ناس بتقول لك دلوقتي انه بيساعد كتير قوي في الاجهاض المتكرر، فدول حاجتين. زائد في برضو من الحاجات اللي بتبقى ساعات غايبه عن الناس، في بعض الاحوال بيبقى في اجسام مضاده تؤثر على الغده الدرقيه، في وجود هذه الاجسام المضاده قد يكون في اجهاض متكرر، حتى لو انا تحليل الغده الدرقيه بتاعي طبيعي، يبقى نعمل منظار رحم، نعمل تحليل الاجسام المضاده للغده الدرقيه، نزود جرعه من الادويه قبل ما نحمل كمان، واذا كان فعلا احنا بنعدي الشهر الثالث لازم نعمل رابطه ونتعامل معاك انك برضو بيجيلك ولاده مبكره، ونستعمل ادويه زي ما قلت لحضرتك اللي فيها عليها لسه كلام، لان انت من اكتر الناس اللي لازم تحاول في هذه القصه. معانا تليفون، مدام شيماء. صباح الخير يا مدام شيماء. صباح الخير يا فندم. اهلا بيكي. انا لو سمحت متجوزه بقالي 4 سنين. ايوه. وعندي الهرمونات عاليه قوي. بمعنى؟ يعني الاف اس اتش ديت 49 والال اتش 35. عند حضرتك كام سنه؟ عندي 26 سنه. الدوره بتيجي ولا ما بتجيش؟ لا والله يا دكتور كل 3 4 شهور مره ما بتيجي. بالعلاج ولا من غير؟ يعني ولا هي، لان انا زهقت بصراحه ورحت لدكاتره كتير قوي. تيجي لوحدها ولا لازم علاج؟ لا والله اوقات كل 3 شهور تنزل. عملتي الاي ام اتش؟ واوقات لا، واوقات لازم انا اخد لها عليه. عملتي الاي ام اتش؟ الاي اتش؟ اي ام اتش. اي ام اتش كان الدكتور عامل لي، بس ثانيه واحده يا دكتور. يا دكتور كان كام؟ الاي ام تي اي. اي ام ايه؟ اي ام تي اي دي 1/10. اي ام تي اي؟ لا انا مش عارف حضرتك بتقول، هقول لحضرتك هرد عليك تحت امرك. احنا عندنا طبعا هو وجود، هو ده نفس السؤال بالظبط اللي جاوبنا عليه قبل كده، هو عندنا بعض التحاليل التي تدل على المخزون الاستراتيجي للبويضات، هو اهمهم الاي ام اتش والاف اس اتش، اذا وجود الاي ام اتش اقل من 1 وبالذات اقل من نص، ده معناه ان المخزون بقى قليل، والاف اس اتش لو اكتر من 10. بس نرجع نقول تاني، لازم نعمل في الوضع ده حاجة اسمها كاريوتايبنج أو دراسة للكروموزومات الخاصة بهذه السيدة، هذا شيء مهم جدا لابد من إجراءه في هذا الوضع. لو سمحتي اعملي لي الكاريوتايبنج بتاع حضرتك، لأن ده ممكن يغير وجهتنا تماما في العلاج. قلنا عندنا أسباب تأخر. معانا تليفون تاني. مدام سمر. صباح الخير يا مدام سمر. صباح الفل يا دكتور. أهلا بيكي. لو سمحت يا دكتور، أمريني. انا عندي 47 سنه ونص، وزوجي عنده لزوجه والحركه ضعيفه، ينفع اعمل عمليه تلقيح اصطناعي؟ حضرتك متزوجه بقالك قد ايه؟ بقالي 7 سنين و4 شهور كده. وما حصلش حمل؟ لا ما حصلش حمل. الاف اس اتش بتاعك كام؟ لا ما عنديش فكره بقى كام. طب هقول لحضرتك تحت امرك. احنا اتفقنا كتير قوي ان عامل السن، عامل الوقت، عامل فترة الزواج، حتى لو انا مش شايف سبب واضح وصريح ان اعمل حقن مجهري لازم اعمل حقن مجهري. بالنسبة للسيدة مدام صابر عندنا 47 سنة، احنا الفترة اللي عندنا ما هيش فترة طويلة، لان احنا اوريدي
انا لا احبط حضرتك بس هذا واقع لازم نتكلم في وقت بيبقى كلامنا بيبقى مش محبب قوي للمرضى، بس في وقت من الاوقات لازم يبقى كلامي واضح وصريح، لان اللف والدوران وضيعت الوقت مش لمصلحه السيده. طبعا حضرتك ضغطتي 7 سنين، ده كتير قوي اوريدي، انت باديه فكره الحمل وانت عندك 40 سنه، فده ما كانش يخلينا نضيع وقت طويل ومنشطات ولزوجه احنا مستنيين بعد 7 سنين نبتدي نعمل تلقيح صناعي، ده استوليت. حضرتك لو سمحتي اذا كان تحاليل حضرتك الهرمونيه تسمح ان احنا نعمل حقن مجهري اللي هو الاف اس اتش بتاعنا يعني اقل من 10، الام اتش اكتر من 1 او 1، لو سمحتي اعملي حقن مجهري، لان قد تكون دي اخر فرصه لينا ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بطفل، وربنا يعطيكي كل خير. ام احمد صباح الخير يا ام احمد. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي. والله انا عندي مشكله يا دكتور، وحضرتك اللي هتفيدني اعمل فيها ايه. يا ربنا يجعل الخير يا رب يا رب. حضرتك انا كانت الدوره جت للشهر اللي فات في ميعادها، ايوه، واستمرت معايا شهر كويس، فقلقت ورحت الاثنين دكاتره، كشفت اول دكتوره قالت لي اعملي تحاليل هرمونات واشعه. كويس. التحاليل الهرمونات طلعت كويسه، والاشعه طلع فيها ورم ليفي على الرحم. كويس. فكتبت لي على علاج برشام لونه ابيض في بني، ايوه، اخده لمده 4 شهور كل 21 يوم. خلاص اوكي ماشي. فباخد منه لحد دلوقتي. كويس. فما اقتنعتش طبعا، فروحت لدكتور تاني شاف التحاليل والاشعه، قال لي اعملي لي تحليل هرمونات وانيميا. كويس. عملت الهرمونات طلعت برضو الحمد لله، والانيميا طلعت 7 وتقريبا حاجه من 10. كويس. كتب لي على علاج حديد بس للانيميا، وقال لي علاجك تنظيف. كويس. فانا عايز اعرف يا دكتور العلاج دوت البرشام لو انا استمريت عليه شهور هل هو ممكن يضرني فيما بعد؟ عندك كام سنه؟ انا ماشيه في 45. الورم اللي فيه حجمه قد ايه؟ صغير. كام؟ نعم؟ حجمه قد ايه؟ صغير، بس ما اعرفش كام بصراحه. ما اصل الصغير دي الدكتور حضرتك قال لي الورم مش هنشيله، هعمل لك عمليه تنظيف. فانا عايز اعرف يا دكتور الورم ذات نفسه بيستأصل بيتشال من الرحم؟ هقول لحضرتك تحت امرك. الورم الليفي هو ورم في 99.5%، ما هو فيش فيه مشكله ولا يتحول لحاجه تقلق، فهو من ناحيه فكره انه ورم دي ما هياش مقلقه بالنسبه لنا. الورم الليفي هو يحتاج الى التدخل الجراحي في حاله من 2. اول قصه لو انا عندي ورم ليفي اكتر من 5 في 5 بقلق انه يكبر، فبالتالي لما يكبر هيزود لي الاعراض او هيبقى شيله اصعب بعد كده، فيؤثر على الرحم ويؤثر على وظيفته الاساسيه في انه يشيل اجنه. ادي اول حاجه. او تاني حاجه لو هو يسبب لي اعراض، من اهم هذه الاعراض هو النزيف. يبقى في وجود نزيف ايا كان حجم هذا الورم ده يساوي ان احنا نشيل الورم. بس في بعض الاحيان لو السيده دي قريبه من فتره انقطاع الطمس وكميه النزيف مش كتير ونقدر نتعامل معاها بالعلاج، وهي مش حابه فكره العمليه، ممكن ساعتها نلجا الى هذا. يبقى احنا بنظبط الوضع على كل سيده. القصه اللي احنا بنقولها ان مع زياده الورم الليفي ده بنسميه حاجه اسمها هايبر استروجينيك ستيت، في هرمون الاستروجين عالي الى سبب ما، قد يكون سبب النزيف في هذا الوضع هو الورم الليفي وقد يكون سببه حاجه تانية. طب احنا نعمل ايه؟ 1، لازم نعمل سونار كويس رباعي يؤكد لي الورم الليفي ده مكانه فين، حجمه قد ايه، عددهم قد ايه، هل مصاحب ليه مثلا لحميه دخلت تجويف الرحم قد تكون هي السبب ولا لا، وعلى اساسه نبتدي نحدد. يفضل قبل اجراء عمليه استئصال الورم الليفي بالذات في السن فوق ال 45، لان احنا ساعتها من الاوبشنز بتاعتنا او من الحاجات المطروحه هو ان احنا نشيل الرحم، لان السيده دي غالبا اكملت اطفالها واكملت عائلتها. انا بوجه الكلام لحضرتك، انا بتكلم في العام، ان احنا نعمل عمليه كحت حتى نتاكد ان بعد عمليه الكحت دي ان الدم لو وقف خلاص يبقى احنا مش محتاجين نشيل الرحم او نعمل عمليه، ولازم نحلل العينه حتى نتاكد ان مفيش حاجه مصاحبه للورم الليفي. بالنسبه لحضرتك لازم نعمل 4D نتاكد من عدد الاورام، لو حجمهم صغير بعيد عن التجويف الرحمي ما عنديش مشكله، بنعمل اجراء
نشيل نعمل عمليه كحت ونحلل هذه العينه، حضرتك ممكن تستفيدي قوي ان حضرتك تركيبي اللوب الهرموني، لان اذا كان الورم صغير ولا يؤثر على التجويف الرحمي وطلعت العينه كويسه، في وجود اللوب الهرموني اذا كان قدامنا حوالي 5 سنين الدوره فيها وهتنقطع، فالورم الليفي ده هيحصل له ضمور ذاتي، فيبقى احنا مش محتاجين نعمل اكتر من كده. يبقى كحت بعد السونار الرباعي، نركب اللوب الهرموني ونشوف النتيجه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. قلنا ان احنا عندنا مدام ايمان معانا. مدام ايمان صباح الخير يا مدام ايمان. دكتور لو سمحتي، انا دلوقتي حامل في اخر السادس. ايوه. بس كان حصل لي قبل كده اجهاض في اخر الشهر الثاني. الشهر الثاني؟ نعم، اخر الشهر الثاني. اه. اولاد قبل كده ولا ده تاني حمل؟ لا، الاجهاض الاولاني ده كان اول حمل. اوكي. اه، فانا الار اتش بتاعي عندي نيجاتيف. خدتي الحقنه؟ بوزيتيف. فانا ما خدتش الحقنه اللي هي بعد الاجهاض. كنت اجهاض في الشهر الكام؟ الايه؟ الاجهاض كان في الشهر الكام؟ كان في اخر الشهر الثاني. اخر الشهر الثاني. اه، ده في مشكله على الجنين الثاني. طب انت عملتي في حاجه اسمه التتر، الاجسام المضاده بتاعه الدي؟ عملتها وكانت ايجابيه، يعني مفيش اجسام مضاده. يبقى سلبيه بقى مش ايجابيه. سلبيه. تمام. مفيش اجسام مضاده. اه. طب بنتابعها كل شهر وهقول لحضرتك تحت امرك. طبعا في ظل الايام دي والتقدم الطبي، فكره ان السيده نغلط وما نديهاش حقنه الار اتش دي عيبه في حقنا قوي كدكاتره، ان احنا يكون لسه سيده ار اتش نيجاتيف وبعد الولاده ما تاخدش حقنه الار اتش. دي غلطه المفروض ما تحصلش في يعني في هذه الايام، لان رجل الشارع العادي يا سيده الشارع عارفه ان الار اتش ده لازم يتعمل، يعني تبص تلاقي سيده هي بتقول لك انا الار اتش بتاعي اخباره ايه، بوزيتيف ولا نيجاتيف. فطبعا دي نقطه فيها مشكله. القصه اللي احنا لازم نتكلم فيها برضو بنطمئن الساده، ان اولا في كلام كتير قوي ان اب تو 6 اسابيع من الاجهاض ممكن ما اديش حقنه الار اتش، لان الدم وجهاز الدم بتاع البيبي ما يكونش لسه اتكون، فبالتالي لسه فكره الاجسام المضاده ويكون تكوينها صعب، فده ممكن يكون بالنسبه لحضرتك ده اللي حصل. تاني حاجه، مش معنى ان احنا ما خدناش الحقنه ده معناها ان انا لازم يتكون عندي اجسام مضاده، لعده اسباب. قد يكون الطفل ده كان نيجاتيف لانه يحمل نص الصفه الوراثيه النيجاتيف منك، واخد الصفه الوراثيه من الزوج، والزوج هو مش بوزيتيف كامل، هو بوزيتيف نصه بوزيتيف ونصه نيجاتيف، فبالتالي الطفل كان نيجاتيف، ومن حسن حظنا ان احنا ما حصلناش نوع من انواع السنسيتايزيشن او التاثر بعدم اخذنا الحقنه. فده دي نعمه والحمد لله ان الامور عدت كويس. بالنسبه لحضرتك احنا بنعيد الاختبار ده كل شهر نتاكد ان الاجسام المضاده ما عليتش، واذا ان شاء الله قدر الله عليت بنبتدي نتابع التتر عند نقطه معينه، بنضطر نسحب حبه من السائل الامنيوسي حوالين البيبي حتى نتاكد هل هذه الاجسام المضاده اثرت عليه ولا لا، ونبتدي نحدد على اساسه المانجمنت بتاعنا هيكون عامل ازاي، ما بين ان انا محتاج اولده امتى، محتاج اعمل له نقل دم او. بس طبعا غالبا لما وصلنا لاخر السادس ان شاء الله مش هيحصل مشكله، بس لابد من اعاده التحليل كل شهر. معانا تليفون. يو. صباح الخير من سندس. صباح النور يا دكتور. اهلا بيك. دكتور معلش، انا متجوزه بقالي 9 سنين. ايوه. وحضرتك عندي الالتهابات من ساعه ما اتجوزت، انا معايا 4 عيال وحامل في الخامس. كويس. فالالتهابات عندي شديده جدا بعد الولاده وقبل الولاده، ودلوقتي الالتهابات عندي وخدت حاجات كتير جدا. فدلوقتي قال يعني من كتر الالتهابات بقت بريحه. فانا مش عارفه اعمل لها ايه يعني. حضرتك بتولدي طبيعي ولا قيصري؟ لا بولد طبيعي. هقول لحضرتك تحت امرك. طبعا احنا في وقت دلوقتي ان احنا بنتعامل مع الوضع الحمل وعلاج الالتهابات مع الوضع الحمل. طبعا في ادويه طبعا احنا مع الحمل دايما في علاج الالتهابات المهبليه بنفضل العلاج الموضعي، سواء كريم سواء لبوس، وده يمكن بنواجه مشكله جدا مع السيدات تقول لك انا لا افضل اللبوس، انا ما بحبش اللبوس. لا، مع الحمل لا يفضل اخذ الحاجات اللي بالبق اللي بنسميها سيستميك، احنا بنفضل اخذ الحاجات الموضعيه، فلابد من معالجه هذا الوضع حتى لو تكرر في مرات متعدده ان احنا ناخد هذا العلاج بتاعنا. قصه بقى الالتهابات المتكرره هنتكلم عليها كموضوع شامل. الالتهابات المتكرره ليها اسباب عديده، اسباب في الزوج واسباب في الزوجه.
اول حاجه عشان نتاكد من الزوج لابد من اجراء تحليل سائل تحليل بول ومزرعه بول ليه، ان احنا ممكن نعمل له عينه من البروستاتا نتاكد ما عندوش التهاب مزمن من السائل المني، ما عندوش التهاب مزمن في السائل المني، لان قد يكون محتاجين نديله مضاد حيوي لهذا، قد يكون وجود سكر عند الزوج غير منتظم قد يكون هو السبب. يبقى دول اهم 3 4 حاجات للزوج. بعد كده لازم نبتدي للزوجه اذا خدنا مرات متعدده ايه علاج وبيحصل ثاني لازم نبتدي نتابع الحياه اليوميه بالنسبه لنا. طبعا احنا عندنا مشكله فظيعه وعاده فظيعه في المصريين ولابد من التخلص منها، هي الدش المهبلي. هذه عاده لابد من التخلص منها لان هي المسؤوله عن لخبطه الجو اللي ربنا سبحانه وتعالى مؤهله داخل المهبل انه لا يحدث التهابات. فبالتالي دايما بمثلها، ربنا سبحانه وتعالى عامل التجويف المهبلي اسيدك يعني خل، لو حطينا عليه حبه ميه ايا كانت لا هيبقى خل ولا هيبقى ميه، هيبقى مسخ ما بين الاثنين. هذا يسمح بتكوين الميكروبات بطريقه حتى الميكروبات اللي مش ميكروبات الاورجانيزم الموجوده داخل المهبل التي لا تؤذي هتتحول الى اورجانيزم متوحشه وتؤذي. فبالتالي الدش المهبلي لابد من التخلص منه، لازم هذه العاده نلغيها تماما. الحياه اليوميه في حاجات لازم نقولها للسيده في العلاقه الزوجيه لابد من اجراءها يوميا بعد، ولابد من اجراء تحليل السكر برضه للست. اذا فشلنا وزقينا الامور بترجع تاني بعد علاج اكتر من مره، وبالذات بناخد فيه الزوج والزوجه مع بعض مع منع العلاقه اثناء هذه فتره العلاج، يبقى لابد من اجراء مسحه مهبليه لعنق الرحم حتى نتاكد ان في ممكن يكون ميكروب مش كومنلي موجود ويكون انتي بايوتيك احنا غير مطروق بالنسبه لنا ان احنا نعالج بيه الالتهابات، قد يكون ساعتها هو اللي محتاجينه. زائد رفع المناعه الخاصه بالسيده عن طريق الاكل الجيد، عن طريق الفيتامينز، عن طريق حاجات كتير. قد يكون وجود لولب، يعني وجود لولب هو السبب، لانه فورين بودي او شيء غريب قد يكون. اذا فشلنا في علاج الالتهابات المزمنه في وجود هذا اللوب لابد من شيل اللوب و مساعدة السيدة يعني ناخد منع حمل حاجة بطريقة تانية حتى تنتهي هذه المشكلة. وإذا كنا عايزين نركب لوب تاني لازم نركبه بطريقة أكثر استرايل يعني أكثر تعقيما عشان ما نقلهاش أي ميكروب تاني. معنا تليفون مدام بسمة. صباح الخير يا مدام بسمة. مدام بسمة صباح الخير. صباح النور. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا دكتور. حضرتك يا دكتورة متجوزة بقالي سنة دلوقتي. ممكن تعلي صوتك يا مدام بسمة؟ متجوزة بقالي سنة دلوقتي. أيوه. وعملت تحليل هرمونات، الهرمونات بتاعتي طلعت كويسة جدا. كويس. وجوزي عمل التحاليل طلعت الحركة عنده 17. الإيه 17؟ الحركة 17. ما احنا الإيه الحركة بتقسم A وB وC وD. 17 ده لأني واحد فيهم؟ أنا مش عارفة، بس هي الحركة اللي بتسبب الحمل الدكتور قال لي كده، بس مش عارفة بصراحة. اوكي. هو عنده دوالي؟ اداني تحاليل، اداني دواء مشي عليه 3 شهور، بعد كده عملت تحليل سائل منوي تاني. الحركة عنده 9. كويس. معايا يا دكتور؟ بعد كده رحت اكتشفت ان هو طلع عنده دوالي. ما بقولك عنده حاجة عنده دوالي. معلش ما خدتش بالي. فهو عمل الدوالي حاليا دلوقتي بقاله شهرين. كويس. والدكتور كاتب له على علاج يمشي عليه لمده 3 اشهر. بالظبط. فانا عايز اعرف حضرتك يعني النسبه اللي تكون كويسه اللي يسبب الحمل تبقى قد ايه؟ حاضر هقول لحضرتك تحت امرك. طبعا احنا في وجود حركه في عدد كويس مع حركه قليله ده اول حاجه بنفكر فيها ان يكون ممكن يكون في دوالي، ونتبع علاج الدوالي واجراء عمليه الدوالي بطريقه صحيحه غالبا الامور بتتحسن بصفه كتيره. كمان احنا غير كده ان احنا بنتكلم في قصه تانية، اذا كانت السيده سنها صغير وفتره الزواج مش طويله وانا عندي الوقت اللي اقدر حتى لو الزوج يعني بيجي لي زوج مثلا عنده العدد 5 مليون والحركه 5%، طب انا اذا كنت اقدر ارفع الزوج ده يبقى 10 مليون وارفع الزوج ده الحركه تبقى 20 30%، يبقى ده حسن لي الكواليتي بتاع العينه. فبالتالي انا اقدر ساعه اختياره في الحقن المجهري اختار الحقن المنوي، يبقى عندي فرايتيز او عدد اكتر اختار منه. زائد ان انا ممكن انقل السيده من تكنيك مضطر استعمله التكنيك اقل، يعني لو الزوج عنده مثلا 10 مليون وعملنا له العمليه بقى 15 والحركه كانت 10 بقى 30، فبالتالي انا ممكن انقله من فكره ان اعمل حقن مجهري الى فكره التلقيح الصناعي اللي هي اكثر اقل كلفه واقل انفيجن او اقل عرضه ان هي تبقى عمليه بمعنى صحيح.
فيبقى بالتالي انا مستفيد في كل الاحوال. بالنسبه للحركه احنا بنقسمها ل A و B و C. اللي يهمني ال A وال B، ال A يا اما فوق ال 25 يا اما A زائد B فوق ال 50. هذه الحركه اللي في الاغلب بتسمح بالحمل بطريقه طبيعيه. طبعا ده في وجود عدد من الحيوانات المنويه اللي هي فوق ال 20 مليون، ده البيزكلي بتاعنا اللي بنتكلم فيه. اذا كانوا دول مع بعض مع تشوهات مش كثيره، يبقى احنا ممكن ساعتها غالبا يبقى الحمل ان شاء الله يحصل بطريقه صحيحه وطريقه طبيعيه. كنا بنتكلم على معانا ام محمد. صباح الخير يا ام محمد. صباح الخير يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا محمد. انا عايز اسال حضرتك. لا والنبي بعد اذن حضرتك علي صوتك والنبي، انا مش سامعك خالص. ام محمد. ايوه. علي صوت حضرتك بعد اذنك. طيب ماشي حاضر. وطي صوت التلفزيون. بعد اذنك. طيب ماشي. انا يا دكتور مخلفه مرتين. وكان بقالي اخر ولاده كانت من 6 سنين، فبعديها ما جبتش ولاده. هيك والده طبيعي ولا قيصري؟ لا والده طبيعي. استعملتي ايه منع الحمل؟ عملت تحاليل كتيره. تحليل الزوج كويسه، وتحليلي انا كانت كويسه خالص، ما فيهاش اي حاجه. كان في بس تحليل اللبن وعملته، وبقالي سنه ونص اهو ما فيش حمل خالص. طب حضرتك خدتي ايه منع الحمل بعد الولادتين؟ كنت باخد اللوب. ركبتي لولب، شلتيه بعد قد ايه؟ بعد 6 سنين. يعني شايلاه بالك قد ايه؟ لا شايلاه بقالي سنه ونص. سنه ونص. عملتي اشعه بالصبغه؟ لا ما عملتش اشعه بالصبغه. نعمل اشعه بالصبغه. هقول لحضرتك، احنا اتفقنا ان اذا كان حدث الحمل قبل كده مره او اتنين او طبيعي بطريقه طبيعيه، في الاغلب او مش في الاغلب، مش اول حاجه بتشد نظرنا هو فكره التبويض. طبعا لازم نعمل تحليل الزوج بعد 7 سنين من اخر انجاب او 6 سنين من اخر انجاب. لازم اتاكد ان تحليل الزوج كويس. اذا كان تحليل الزوج كويس نبتدي نتجه الى السيده، واول حاجه بتشد انتباهنا او اول حاجه بنفكر فيها ان قد يكون حدث شيء يؤثر على قناتي فالوب. فاول حاجه بالذات في وجود اللبلب او في وجود ولاده قيصريه قبل كده. بنعمل شعب الصبغه ونتاكد من ان قناتي فالوب كويسين ولا لا. طب لو طلعوا قناتي فالوب كويسين، ايه اللي نقدر نعمله قبل كده؟ احنا قلنا قبل كده ان احنا قناتي فالوب دول شيء ضعيف جدا، شيء ديليكت جدا، ناعم جدا للاسف. ساعات بتبقى الافكشن او ان حصل فيها تاثير ليها بيبقى ضعيف، انه اثر على وظيفه القناه فالوب ولكن لم يؤثر على الوظيفه التشريحيه. ساعتها بنبقى يمكن اكتشاف سبب التاخر بيبقى اكتشافه صعب، لان انا شعب الصبغه ما بتطلعليش حاجه تقول لي ان الانبوبه دي فيها مشكله، لكن هي ساعه الاداء الوظيفه ما بتبقاش قادره على اداء وظيفتها. ساعتها يمكن ساعتها بنبقى بنحط الزوج والزوجه تحت تعريف تاخر الحمل الغير معلوم السبب، الان اكسبلين. احنا الان اكسبلين ده اللي هو غير معروف سبب، هو غير معروف سبب لينا، لكن هو اكيد في سبب احنا مش قادرين نحدده في وضع الزوجين دول. فاول حاجه نعمل اشعه بالصبغه. انا شايف ان غالبا انت مش محتاجه منشطات في ظل الوضع اللي كنت فيه. نتابع التبويض بتاعنا بطريقه طبيعيه مع تحديد يوم العلاقه لو اشعه بالصبغه كويسه. انا بحب ادي السيدات دول مديهم برضو قرص الاسبرين والاوميجا، لان قد يكون حدث تحولات في جهاز المناعي اللي احنا قلنا قبل كده، وتحولت الى سيده من اللي بيعانوا من الاجهاض المتكرر، فهو اوريدي بيحصل اجهاض قبل ما السيده دي تعلم انها حامل، فبيستفيدوا قوي من ان احنا ناخد هذا العلاج البسيط. معانا تليفون. مدام رشا. صباح الخير يا مدام رشا. صباح النور. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا كنت أمر. عايزه استفسر دلوقتي بالنسبه لتعديل سلوك الاطفال. لا يا فندم. ايه تعديل سلوك الاطفال؟ لا انت دكتور ايهاب خيري بقى، انت عايز تكلمي الدكتور ايهاب. دكتور ايهاب عيد. الو الو. شكرا حاج. استنى الدكتور ايهاب عيد و هو يقول لحضرتك بالنسبه لسلوك الاطفال. احنا مش تبعنا احنا خالص حضرتك. معانا ام مريم. الو. الو السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اهلا بيكي. سمعت يا دكتور، انا كنت عايزه اسال حضرتك على اللولب الهرموني. تحت امرك. اللي انا والده بقالي 4 شهور وكنت ركبت لولب عادي،
ورحت للدكتور وقال لي ان هو متركب غلط، يعني متركب على جنب. اه فانا صراحة مش فاهمة يعني متركب على جنب. بس ده اللوب يعني الهرموني ولا اللوب العادي؟ لا اللوب العادي ده انا مركباه من. طب حضرتك والدة كام مرة؟ انا والدة مرتين، اول مرة بنت وتاني. طبيعي مرة ولا قيصري؟ لا الاولين هي طبيعي، التاني كان قيصري ولا بنت. تحت امرك. اللوب هو جهاز بنركبه داخل التجويف الرحمي، داخل التجويف الرحمي. هذا التجويف، هذا التركيب بيعتمد، لازم يكون مكانه بطريقة صحيحة، يبعد عن مسافات محددة من سقف الرحم حتى يؤدي وظيفته. إذا لم يكن هذا اللوب في مكانه الصحيح فبالتالي هو لا يؤدي وظيفته. أدي أول حاجة، فهو موضوع غلط لابد من شيله. نحط اللولب العادي أو اللولب الهرموني، هذا بيختلف. ميزة اللولب الهرموني يعني اللولب العادي أنه بيقلل بالذات نسبة النزيف الذي يحدث شهريا مع نزول الدورة. تاني حاجة انه بيزود برضو تأثير منع الحملة، انه في نسبة هرمون فبيخليه يشتغل بأكتر من طريقة. في اخر حلقتنا بنشكركم على حسن المتابعة، نتمنى نكون اديناكم معلومات تكون فادتكم. بنفكركم بكرة معانا الدكتور رفعت الجبري استشاري الاطفال، هيكون في انتظار تليفوناتكم، في انتظار مكالماتكم. شكرا لحسن المتابعة، الى اللقاء في حلقة اخرى.